والاشتراكية من جهتها اختارت بومرداس لعقد تجمعها الشعبي والتغطية لنادية السلطانتي. دخلنا التشريعيات من أجل الاستمرارية في بناء الدولة الجزائرية عن طريق التغيير السلمي، هذا ما قاله الأمين الوطني الأول لجبهة القوى الاشتراكية علي العسكري خلال تجمع شعبي بمومرداس. ندخلوا الانتخابات باش نستمروا في الحزب، نجندوا المناضلين تاع الحزب، نبنوا الحزب كما لازم في كل ولايات تاع الجزائر، ماشي غير في منطقة ما كما كانوا يسموا لها. وثاني باش نجندوا المواطنين الجزائريين في المجتمع الجزائري باش يولوا يديروا السياسة، يجندوا روحهم، وثاني يمدوا قوة للجزائر. لازم نجندوا روحنا ونديروا انسجام البلاد باش ما يطيقوش يزعزعونا غدوة. علي العسكري أكد أن حزبه يسعى لبناء عقد وطني ديمقراطي، مؤكدا على أن برنامجه وفي لمبادئ أول نوفمبر ولائحة مؤتمر الصمام. العاصمة شهدت